الرايا سبحان من لا يبود قوة الإيمان والإسلام وإلى ساحة القرآن الكريم ومع آيات مسك الختام تلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلوه على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي محرك القلوب وملك المقامات والقارئ الذي شرف العالم الإسلامي كله في المحافل الدولية والعائد إلينا منذ أيام قليلة من دولة كردستان لإحياء الحفلات الدينية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرص. سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه
خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن في مقال صدق عند مليك في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مقتدر باسم المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك وعد صدق عند مليك نتقبل إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء 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 ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا للأنام فيها فاكرة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا 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 ما يهز سيب يديك في حالك فبأي آلام
لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الهدوء حاضر. لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يره أحد. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة انت طماع كده نحتسبه عند الله ان شاء الله نحن جميعا ان شاء الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة حاضر حاضر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم الفاتحة مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت بأرض سواها هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير على اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي ملك المقامات والقارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية والعائد إلينا منذ أيام قليلة من دولة كردستان لإحياء الحفلات الدينية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرت.
وصلناها على مسامح حضراتكم عبر أثير الهندسة الصوتية ومعرض الفن الإضاءة الحديثة وأولى قصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد أبو شيخ، أولاد أبو شيخ المقيمين بميت موسى مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وعبر شاشات الإنترنت العالمية مصور هذه الليلة القرآنية المباركة وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت البشمهندس عبد الرحمن حجازي قطر الإيمان والإسلام في ليلة عزاء وتكريم الفقيد الراحل الحاج نور الدين التهامي الشافعي، يتقدم الحاج حمدي نور الشافعي، الحاج حلمي نور الشافعي، الحاج زين الشافعي، الحاج تهامي صلاح الشافعي، الحاج المحترم محمد عبد الفتاح فودة، أستاذ المحترم أحمد الشاذلي صاحب الواقف في كل مكان، وجميع عائلات الشافعي وأنسابهم وأقاربهم بميت موسى يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. قلت الإيمان والإسلام شرفت متحدثا في هذه الليلة القرآنية المباركة الإعلامي يحيى بوسيم مقدم البرامج الدينية والمقيم بمدينة السلطة محافظة الغربية. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.